أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي سنخصصها للحديث عن حلقة التفجيرات الأخيرة التي ضربت العاصمة المؤقتة عدن. ليلة دامية في عدن، الإرهاب يضرب مجددا المدينة في الليلة التي تصادف مرور عام على انطلاق عاصفة الحزم والتدخل العربي في اليمن. فبحسب مصدر أمني فإن حوالي 22 شخصا قتلوا على الأقل في 3 تفجيرات انتحارية بسيارات مفخخة استهدفت نقاط تفتيش تابعة للأمن في المدينة. وانفجرت سيارتان مفخختان في حي الشعب على المشارف الغربية لمدينة عدن، في حين انفجرت سيارة إسعاف عند نقطة تفتيش قرب محطة الحسوة الكهربائية. وذكرت مصادر أمنية أن شباكات مسلحة أعقبت الانفجارات، يعتقد أنها مع مسلحين يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة. وبحسب المصادر فقد كانت تلك العمليات تسعى للوصول إلى معسكر قوات التحالف العربي في منطقة البريقة. وفي سياق متصل، لقي مسلحان مصرعهما أثناء محاولتهما الهجوم على أحد المراكز الأمنية في مديرية الشيخ عثمان بمدينة عدن. فيما قال مصدر أمني أن قوات الأمن ضبطت حافلة المسلحين المفخخة بالمتفجرات وتمكنت من تفكيكها. ويبقى التساؤل الذي يطرح مع كل عملية إرهابية جديدة في عدن: أين الأجهزة الأمنية وأين السلطة المحلية؟ وما الذي يريده المنفذون لهذه الجرائم الإرهابية إيصاله في ذكرى مرور عام على انطلاق عاصفة الحزم؟ مسجدات الوضع الأمني في عدن وما تفرضه الحالة الأمنية من تساؤلات ستكون محور نقاشنا هذا المساء في زوايا الحدث. وقبل أن ننتقل إلى النقاش مع ضيوفنا، نتابع تقرير الزميل وليد البوكس. ليلة دامية شهدتها عدن، راح ضحيتها أكثر من 20 قتيلا وعشرات الجرحى في سلسلة تفجيرات ضربت العاصمة المؤقتة عدن. 3 عمليات انتحارية استخدمت فيها سيارات مفخخة استهدفت حواجز أمنية ونقاطا تابعة للأمن في المدينة. 2 منهما انفجرتا في حي الشعب من الجهة الغربية، بينما انفجرت سيارة إسعاف استخدمها المهاجمون بغرض التمويه عند نقطة تفتيش قرب محطة الحسوة، المنشأة الكهربائية الكبرى في المحافظة. حصيلة ثقيلة تخلفها الأحداث الإرهابية على السكان والممتلكات في عدن، التي تحررت من قبضة الميليشيا في يوليو الماضي، لكنها ومن الواضح ستظل تدفع كلفة التحرير باهظة. لطالما تشير أصابع الاتهام وراء كل حادثة إلى خلايا يحركها الرئيس المخلوع وذراعه في المدينة، وهو ما ذهب إليه محافظ المحافظة عيدروس الزبيدي في إشارة إلى مجمل العمليات السابقة ومن يقف وراءها. لا تكشف الأحداث الإجرامية من وقت إلى آخر وجه المنفذين لهذه العمليات، بل أيضا تأخذ في طريقها غياب المسؤولية الأمنية للقائمين على الجانب الأمني في العاصمة المؤقتة، إذ يجب أن يظل الملف الأمني أكثر الملفات حضوراً وتأثيراً في ظل الأوضاع التي تشهدها المحافظات الجنوبية عموماً وهذه المدينة على وجه الخصوص. تبدو عدن في عين القاتل المتخفي الذي يبتكر من وقت إلى آخر طرقاً وأساليب مختلفة في محاولة الإعلاء من شأن الجريمة فيها، وبهدف زعزعة الأمن وكشف الحالة الأمنية المتردية إلى أبعد مدى. تقول المصادر هذه المرة إن معسكر قوات التحالف العربي في منطقة البريقة كان هو الهدف، غير أن أهداف الجماعات المسلحة تتعدد بتعدد نزواتها، فالضحايا دوما لم يكونوا سوى وقود حروب الجماعات الخاسرة في ظل استمرار النيل من سلامة وأمن المدينة وأبنائها. تنسحب جرائم الجماعة الإرهابية على المدنيين والمنشآت الحكومية والخاصة كما على العسكريين، ولا فرق في قائمة أهداف الجماعة الإرهابية وتساقط الضحايا. فالأشهر القليلة الماضية شهدت فيها عدن مسلسلا طويلا من العمليات المشابهة، لم يكن آخرها حادث دار المسنين، لكنها كانت الأكثر فظاعة، إذ راح ضحيتها 16 موظفا في الجمعة الدامية. قبلها أيضا هاجم مسلحون مقر الحكومة في فندق القصر، وبين هذا وذاك سقط العشرات من أبرز القيادة في الدولة وأجهزتها المختلفة. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام لمناقشة الوضع الأمني في عدن المتحدث باسم السلطة المحلية في عدن نزار أنور. مساء الخير سيد نزار.
مشان نور هذه. سيد نزار، نعزيكم في سقوط الضحايا في هذه الهجمات، وهي يعني ليست المرة الأولى التي يضرب فيها الإرهاب مدينة عدن. ما جديد تفاصيل هذه الهجمات وكذلك جديد تحركات السلطة المحلية بخصوصها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا دعني أعزي لأسر الشهداء الذين سقطوا يوم أمس في هذا العمل الإرهابي الجبان، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى الذين يتواجدون في مستشفيات عدن. دعني أول أخي العزيز قبل أن أتطرق إلى ما حدث يوم أمس من عمل إرهابي وتفاصيل حول هذا الحادث، أنا أتطرق إلى موضوع مهم يتعلق بالتقرير الذي تم صياغته من قبل قناتكم الكريمة، والتي أضع عليه أكثر من علامة استفهام حول ضمن ذلك التقرير. التقرير تحدث عن ماذا وأين دور السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في مواجهة تلك العمليات. وحقيقة أعتب على قناتكم الكريمة التي دائما احنا حريصين على الظهور فيها، ولم نتوانى في أي مناسبة من المناسبات، سواء كانت تلك المناسبة خيرا أم شرا، وفي غالبها كانت دائما تكون في المناسبات التي يكون فيها العمل الإرهابي أو العمليات الإرهابية تكون حاضرة في العديد. لكنني أخي العزيز أرى أن التقرير الذي صاغته قناتكم تضمن في كثير من الرسائل الموجهة إلى قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية، وأغفل كثير مما حققته هذه الأجهزة أثناء الفترة الماضية التي سبقت آخر عملية إرهابية التي حدثت يوم أمس. أعتقد أن السلطة المحلية قامت بدور كبير خلال الفترة الماضية التي سبقها العملية، قامت بتفكيك كثير من الخلايا، أنهت الحالة الفوضى والأمنية التي كانت تشهدها مدينة المنصورة، تم الدخول في مرحلة ثانية من الخطة الأمنية التي فجت بالاشتراك مع قوات التحالف. وللأسف الشديد أخي العزيز، عفوا لا تقاطعني، أريد أن أكمل الفكرة كاملة. تفضل. وللأسف الشديد أخي العزيز، لم نرى قناتكم الكريمة تغطي هذه الأحداث ونراها حاضرة في هذا المشهد. اليوم عدن احتفلت بذكرى الثانية الأولى لانطلاق عاصفة الحزم وانطلاق التحالف العربي، وهذا الاحتفال كان ردا صريحا لما حدث يوم امس، وقد صرح به اخر محافظ امس. وغدا باذن الله عدن تستعد وتتجهز لهذا الاحتفال. اما فيما يتعلق بتفاصيل الحادث يوم امس، طيب بدايه استاذ نزار المعذره، بدايه يعني ألفت انتباهكم الى ان القناه مرحبه باي راي سواء كان من السلطه المحليه او من غيرها، والقناه تحرص على استضافه الاصداء من داخل عدن مهما كانت توجهات هؤلاء الاشخاص، ونرجو بالاخير حضور اي قائد او مسؤول من السلطه المحليه في عدن، ونحن نحاول الكثير لاستضافة مثلا مدير الأمن العميد شلال شائع وكذلك محافظ عدن عيدروس الزبيدي، وهم لا يتفاعلون كثيرا مع اتصالاتنا، وأرجو منك أن تنقل هذه الملاحظات إليهم. لكن على كل حال أرجو أن ندخل أكثر في صلب موضوع اليوم، لأن الوضع الأمني في الأخير هو ما يرسل. دعني أستاذ نزار، معذرة أستاذ نزار، نعم دعني أكمل بس فقط النقطة أستاذ نزار. يعني هي الفكرة أن الوضع الأمني في عدن هو حساس لأنها نموذج لليمن بشكل عام، وهناك حاجة وتركيز على الوضع الأمني في عدن، لذلك كل نجاح من الأفضل أستاذ نزار أن يعني يلقى عليها الضوء أو يسلط عليه الضوء، وتخبرونا في الأخير ما هي النجاحات، كذلك ما هي الإخفاقات حتى تعالج. تفضل. الإخفاقات أخي العزيز، الإخفاقات لا يمكن أن تكون هناك إخفاقات بدل توفر جميع الإمكانيات وبدل وضع طبيعي كالذي حدث مثلا في مدينة بروكسل أو بلجيكا أو في هذه الدول المتقدمة أمنيا. هنا دعني أخي العزيز أقول أنه حدثت إخفاقات، لكن في مدينة خرجت من متون حرب شديدة ومدمرة عدن، في ظل تدمير تام لجميع البنى التحتية الأمنية، وفي ظل أجهزة أمنية حديثة النشأة لم تلقى الاهتمام والرعاية والتأهيل، اعتقد ان ما تقوم به الاجهزه الامنيه الحاليه هو انجاز كبير، وهو جهد مشكور استاذ نزار. اوقفت الكثير من الخروقات. امس
يوم أمسك العزيز العمل كان يستهدف معسكر قوات التحالف. أعتقد أن المراد من تلك العملية فشل تماما، أوقفته الجهة الأمنية، وإن كان هناك ضحايا فنحن هذه الضحايا نقدر ثمنها وليس لها ثمن على الإطلاق أخي العزيز. لكن هؤلاء الجماعات لم يستطيعوا أن ينفذوا عمليتهم على الشاكلة التي كانوا يريدونها، لذلك أسفوا بقتل الأبرياء الذين كانوا متواجدين في نقطة المرور المؤدية إلى منطقة البريقة الواقع في منطقة الحسوة. استخدموا أسوأ الأساليب باستخدام سيارة إسعاف كانت مخطوطة سابقا أو مسروقة سابقا. هذه العمليات أخي العزيز كان يراد منها إيصال رسالة إلى قوات التحالف أولا، ثم إلى قيادة السياسية وقيادة السلطة المحلية والأمنية. أعتقد أن قوات الأمن أصدرتهم بنفس التوقيت رسالة واضحة بأننا سنترصد بكم، سنوقف عملياتكم، سنفشلها، ونحن بإذن الله عز وجل سنستمر بهذه الحملة الأمنية إلى أن تصل وتستكمل جميع أهدافها في العالمين. نعم طيب نعم هذه رسالتنا، وعدم بإذن الله يوم غد سترسل لهم رسالة أخرى بأننا لدينا مشروع واضح ومشروع حياة وليس مشروع موت الذي يتحدثون عنه أو يحاولون أن يرسلوا رسالة بأن لن نترككم، سنقتلكم، سنسيطر على كل الأمور، لن ندعكم تعملون. أهلا ستخبرهم غدا بإذن الله عز وجل أننا قادرون على الوقوف مهما كانت العقبات ومهما كانت المشاكل والتصديات. طيب أستاذ نزار، يعني من بعد 9 أشهر تقريبا على تحرير عدن، ما هي الآن الإنجازات الأمنية التي تحققت حتى نوضح للسادة المشاهدين هذه الإنجازات التي يبدو أنها يعني لا تصل للكثيرين على الرغم من التحدي الواضح الذي تفرضه طبيعة الوضع في المدينة التي يعني كما تفضلت أنت باتت أو حررت ولم يكن هناك أجهزة أمنية إلى حين استلام السلطة من قبل السلطة المحلية من قبل المحافظ الجديد وكذلك جهود المحافظ السابق. تفضل. شكرا يا عزيز. طبعا الإنجازات فيها كثيرة يا عزيز مقارنة كما أخبرتك بما هو متاح أمام هذه الأجهزة الأمنية حيث تنشا. الإنجازات تحققت بفرض الأمن والاستقرار في كثير من المناطق في عدن. عدن ربما كاملة شهدت خلال أسبوعين الذين مضيا عالم الاستقرار والأمن، ولكم أن تسألوا من شئتم قبل قيام هذه الجماعات بهذه المحاولة اليائسة من التفجيرات التي حدثت أمس والتي كانت الرسالة منها واضحة كما أخبرت لك. عدن استعادت الكثير من نشاطها ووجهها. عدن بفضل الأجهزة الأمنية وقوات المقاومة الجنوبية وبالاشتراك مع قوتنا في التحالف استطاعت أن تستعيد الكثير من المرافق الحيوية في عدن بما فيها مراكز الشرط. اليوم يعاد تأهيل مراكز الشرط من جديد. المقاومة تنتظم بصفة رائعة مع الأجهزة الأمنية وتقوم بدور مشترك جدا رائع. يتم كشف العديد من الأوكار ويتم التحقيقات مع كثير من المضبوطين أمنيا. كما أخبرتك تم إنهاء حالة الفوضى في المنصورة التي كانت هي مسرح للجريمة. الأجهزة الأمنية ولله الحمد تحضر بقبول شعبي غير مسبوق في عدن منذ عقدين ونيف. وجهت الحملة الأمنية وخرج أناس ضد هذه الحملة الأمنية يحاولون حجز الشارع باتجاه الاصطفاف خلفهم لرفض هذه الحملة، لكن الشارع كان يعي. طيب على الصعيد المؤسسي أستاذ نزار، على الصعيد المؤسسي هل نجحت السلطة ونجح يعني قوات التحالف والجيش الوطني وكذلك القوات الأمنية الموجودة هناك في إنشاء أجهزة جديدة يعني بالأخير هي التي ستكافح هذه الجرائم الإرهابية المنظمة التي يقوم بها الإرهابيون؟ نعم، هناك استخبارات اليوم يعمل على الأرض يرصد ويراقب ويكشف الحقائق والأوكار والخلايا النائمة. العمل الأخير الذي تم من خلاله مداهمة العديد من الأوكار كان بفضل هذه المعلومات التي تصل من هذا الجهاز الاستخباراتي، يؤدي بشكل رائع وبنسق جميل ومحترف مع الأجهزة الأمنية وقوات المقاومة
وهم يفككون كثير من الخلايا الأمنية. أعتقد أخي العزيز كما أخبرتك بأن يمكن مقارنة عدن بكثير من المناطق التي تم استهدافها. أنا سمعنا قبل يومين عن تدمير بروكسل. نعم. وليس هناك مقارنة البتة بين بروكسل وعدن من ناحية الإمكانيات والأمن والاستقرار والوضع الأمني والحالة الأمنية وبناء الجهود الأمنية والبنى التحتية التي موجودة هناك وبين عدن. لكن عدن الحمد لله رب العالمين تستعيد عادتها. وبكل تأكيد أستاذ نزار هناك الكثيرين ممن يقولون أن هناك عزيمة مشهودة لأهل المدينة لبناء أجهزة أمنية أفضل. وفي الأخير أحب التنويه أن القناة يعني لا تنقل أي آراء، هي لا تنقل أي يعني لا تبدي وجهات نظر خاصة بها، وإنما تنقل آراء من الشارع فقط لا غير. على كل حال أشكرك شكرا جزيلا السيد نزار أنور المتحدث باسم السلطة المحلية في عدن، كنت معنا عبر الهاتف. وينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام من شيفيلد رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام الدكتور عيدروس النقيب. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا بكم. دكتور، بعد عام تقريبا من انطلاق أو عام من انطلاق عمليات التحالف العربي في اليمن وكذلك 9 أشهر من تحرير عدن، يعني يبدو أن التحالف لا يزال غير قادر على تأمين قواته الخاصة في المدينة. هل هذا هو يعني هذا ما تسبب أو العمليات الإرهابية تهدف إلى إظهاره بالأمس؟ أنا طبعا فقدت الصوت لبعض الوقت، لم أفهمكم السؤال كاملا، لكنني أتصور أنك تتحدث عن مرور عام على انطلاق عاصفة الحزم وعن الوضع الأمني الحالي في عدن على أي تماما حال. تفضل. اولا ودلاله دكتور بضيف ودلاله الحادثه الاخيره التي حدثت في عدن، الحوادث الاخيره في ذكرى انطلاق عاصفه الحزم. بالضبط. اولا اسمح لي ان اتوجه بالعزاء لكل اهالي الضحايا الذين ذهبوا لضحايا الحادث الارهابي الاجرامي الاخير، وكما هو العزاء لكل شهداء المقاومه في ضوء الإشباحة اليمنية في الشمال والجنوب على الشرق. ثانياً، نحن إذا تذكرنا كيف كانت اليمن قبل عام وكيف صارت اليوم، الأمر ما لا يحتاج إلى كثير من الجهد لتبيان المتغير العاصف الذي جرى في اليمن. يعني قبل عام كانت كل اليمن تقريباً ما استثنى المحافظة الشرقية كاملها شمالها وجنوبها كان واقع تحت الاحتلال الحوثي العفاشي. اليوم لم يعد لدى الحوثيين إلا أجزاء من محافظة الشمال صنعاء ومأرب، وهم يترددون للناس أن يخلوهم يعودوا إلى صعدة ويدعوهم بسلام. قبل عام كانوا يرفضون الحوار ويقولون لا نعترف بقرارات دولية ولا حوار. تم عبد الملك الحوثي الحوار الموجود أو الحوار العقيم. اليوم يتوددون ويبحثون عن الحوار. يكفي أن نقرا هاتين العلامتين ويكفي أن نرى كم من الكلفة دفعتها اليمن. طبعا هذا لم يكن بكل أسف لم يكن بدون ثمن، كان الثمن باهظا وهو ثمن مراهقات وأعمال طيش وإن قام بها عجزة يعني مسنين. للأسف الشديد اليمن دفعت ثمنا باهظا من أجل أن تستعيد استقرارها وأمنها وتبعا لذلك. من هذا المنطلق يمكننا ننظر إلى المشهد الأمني في عدن مثلا، وهي أولى المناطق التي تحررت من التصدي الحوثي العفاشي. الوضع الأمني في عدن يجب أن يقرأ بمعزل عن المعركة. ما تشهد عدن من عمليات إجرامية هو استمرار للمعركة نفسها، هو استمرار بأدوات أخرى. فبعد أن عجزوا عن تحقيق ما يريدون بالحرب المباشرة يلجأون اليوم إلى إرباك الملف الأمني من خلال العمليات الإجرامية الإرهابية التي يراد بها تركيع السلطة وتركيع المواطنين وتيئيسهم ودفعهم إلى الترحم على أيام الحوثي وعفاش. لن يترحم أحد في اليمن على أيام الحوثي وعفاش، لأن كل ما جناه اليمنيون ليس سوى مجموعة من الآلام والبرارات والدماء السائلة وإزهاق الأرواح وزرع الحقائد وتفكيك السلم الوطني والاجتماعي والألفة الوطنية بين مناطق اليمن. ولذلك لن يترحم أحد عليهم، بل إن الناس يطالبون بعدم الحوار مع هؤلاء إلا في ساحة القضاء. هؤلاء لا ينبغي إلا يكون هناك معهم حوار إلا في ساحة القضاء، يقول القضاء فيهم كلماته
كلمته بعد الجرائم التي ارتكبوها. طيب دكتور، إذا ما جئنا إلى تقييم الأداء الأمني في عدن خلال الفترة الماضية، وخصوصا أنا يعني خلال حوالي الشهر الماضي لم نسمع كثيرا بوجود عمليات تفجيرية إرهابية، وهو ربما يعكس مؤشر إيجابي بنهاية المطاف، هل أعطيتنا تقييمك الخاص بالمشهد الأمني في عدن والخاص بالأجهزة الأمنية والسلطة المحلية بشكل عام؟ أولا لابد أن نعرف أننا نعمل وفقا للمعادلة التالية: عصابة تمتلك إمكانيات دولة وتشتغل بمقدرات دولة، ودولة تشتغل بأقل من إمكانيات جمعية خيرية. هذه هي المعادلة، وهذا هو طرفاء الصراع في اليمن. الدولة بدأت من الصفر واعتمدت على مجموعة من المقاتلين المتطوعين وطبعا دعم الدول الشقيقة، واستطاعت أن تستعيد مساحات وتعامل الأراضي بفضل التعاون مع الدول الشقيقة، هذا لا جدال فيه، لكن أيضا بفضل المقاومة والإباء والاستسلال الذي أظهره أبناء المحافظات المحررة. لذلك لا نستغرب أن زعيم دولة يعني على مدى أكثر من ثلث قرن كل ما يشتغله هو إدارة المكائد وتدبير الدسائس أن يستخدم هذه الخبرة في مواجهة أعدائه. اليوم علي عبد الله صالح طبعا بالتحالف مع الحوثي بغض النظر عن الصراعات بينهم، ليس لهم عدو إلا السلطة الشرعية والشعب اليمني، فهم يستخدموا كل مقدراتهم لمقاومة هذا الشعب وإجباره على اليأس والإحباط. في المقابل السلطة المحلية في عدن أو حتى بشكل عام السلطة يعني في المحافظات المحررة هي تنطلق من الصفر. بعدما انسحب الحوثيون وأنصارهم انسحابا شكليا مظهريا من المناطق، أبقوا كل مقدراتهم لتوظيفها في مواجهة السلطة المحلية، بينما السلطة المحلية لم تعتمد إلا على المقاومين وبعض العسكريين الذين عادوا إلى العمل من المبعدين في 94، أنا أتحدث عن مناطق الجنوب. وبالتالي إذا نظرنا إلى الأداء، إذا كانت دولة مثل بلجيكا تتعرض لأعمال إرهابية، دولة فيها العمل المؤسسي والأمني يعني عريق منذ أكثر من 400 سنة وتتعرض لما تعرضت له، فلا نعتب على عيدروس الزبيدي وناصر الخبجي وصلاح الشنبرة وزملائهم في المحافظات المحررة إذا ما حصلت بعض هذه الأعمال. طبعا هذه ليست دعوة للاسترخاء والسخينة، هي دعوة إلى التيقظ والانتباه ومزيد من الجهد. وأنا بهذه المناسبة طيب نعم أتوجه إلى أهل عدن، ولح والضالع وتعز في المناطق التي تحررت من تعز ومأرب والجوف وجميع وشبوة طبعا وأبين. الأمن أمن المواطن، لن يبنى أمن بمعزل عن المواطن، عليكم أنتم كمواطنين أن تكونوا جزءا من هذا الأمن، أن تتعاملوا أن تتعاونوا مع أجهزة الأمن، أن تبلغوا عن المظاهر المشبوهة، أن تتصدوا للمجرمين، أن تقولوا لهم لا كفى، لأن الأرض أرضنا والأمن أمننا والدولة دولتنا. وما لم يتعاون المواطنون ويتعاملوا وكأن النزاع هو فقط بين أجهزة الأمن والمجرمين، يعني فإن المجرمين سيتبرحون سيشخطون وينخطون ويفعلون ما يشاءون. ومن هذا المنطلق أدعو المواطنين إلى مساعدة أجهزة الأمن والتعاون معها. طيب دكتور عيدروس، يعني هل يؤثر عدم وجود السلطة الشرعية كمؤسسة رئاسة وحكومة أو وجودها بخارج البلاد، هل يؤثر ذلك على أداء السلطة المحلية من الناحية الأمنية وكذلك على تشجيع المواطنين ويعني بث الأمل أكثر فيهم في هذا الوضع؟ يعني تنتشر تعبير فاخر في مناطق عدن ومناطق الجنوب عن بعض الوزراء الغائبين، يقول الساخرون إنه الوزراء يتمنون أن تستمر المعركة لأنهم لا يريدون أن يعودوا إلى عدن وهم يعني مسترخيين ومرتاحين للوضع اللي هم فيه. هذه مبالغات بصراحة، يجب أن يعلم المسؤولون الذين يريدون أن يديروا هذا البلد أنهم لم يعتبروا مسؤولين صادقين وناجحين في مهمتهم ما لم يكونوا في الأرض بين المعركة، ما لم يكونوا جزءا من المعركة. لا ينتظروا الشهداء حتى يسقطوا والأراضي حتى تحرر ليعودوا يحكموا أراضي آمنة. إذا لم تكن جزء من المشهد فمن الأفضل من لا يرغب أن يكون جزء من هذه المعركة أن يستقيم. يعني مش معقولة أنت فقط وزير للسلم ووزير للحديث في التلفزيونات والمواطنين يكتوون بالنيران. أنا أريد أن أرى وزيرا يبحث عن البصل ويبحث عن السمك في سوق السمك، يبحث عن اللحمة في سوق
في سوق اللحم، مش وزراء يجلسوا في فنادق تبع النجوم والحكومه والشعب اليمني يستوي بنيران المعركه وما يترتب عليها من معاناه. طيب دكتور، يعني باعتبار ان قوات التحالف العربي يعني عليها مسؤوليه اخلاقيه تجاه اليمن وتجاه الاوضاع الحاليه هناك، بتقييم سريع يعني كيف تقيم اجراءاتها الى الان بخصوص ضبط الامن في المدينه في العاصمه المؤقته؟ انا اعتقد انه قوات التحالف يجب ان اتوجه لها بالشكر على ما تقوم به من اعمال وما انجزته من مهمات، وهي بنفس الوقت تقوم بمهمات الى جانب المهمات الامنيه، مهمات اعاده الاعمار ومهمات بعض المؤسسات الخدميه. لكن اعتقد ان المهمه الاساسيه ان يكون العمل تكامليا، وان يشتغل اليمنيون مع الاشقاء من دول التحالف وفقا لقاعده بيانات واحده ومركز قرار واحد. هذا سيعزز الإمكانية اللي يجب أن لا نتعامل على أساس ضيوف ومضيفين أو وفود يعني آتية مؤقتا وذهب. يجب أن نعمل وفق قاعدة بيانات مشتركة وواحدة وفق مركز واحد لاتخاذ القرار، وبهذا الحالة يمكن تحقيق نجاحات أكثر مما تحقق. طيب إذا ما تحدثنا أكثر حول من تبنى هذه العمليات الأخيرة دكتور عيدروس، تنظيم الدولة أو ما يسمى بتنظيم الدولة وولاية تنظيم الدولة في أبيان وعدن، هل يوحي هذا التبني أن للتنظيم صار له تواجد كبير للحد الذي يستطيع فيه إرسال مفجري إلى أي مكان أراد؟ شوف، يعني نحن إذا قرأنا المشهد العالمي لا يمكن أن ننكر أن تنظيم الدولة هو ظاهرة عالمية، وهي اكتسب مهارات كبيرة في انتقاء المواقع الاستهداف، وهو كالميكروب الضار يختار النقطة في الجسد، النقطة الأقل مقاومة والنقطة الأضعف قدرة على المناعة. وبالتالي تنظيم الدولة هو يتمكن ليس بمهارته وإرادته وقدرته، هو يتمكن بفضل وجود نقاط ضعف لدى الآخرين، ولذلك بعض النجاحات التي تحققت. لكن أنا أعتبر هذه عبارة عن حالة مؤقتة ستنتهي وستضمر، لأنها أشبه بالنبتة الغريبة التي تزرع في غير أرضها وفي غير تربتها. سينتهي هذا الإرهاب، وأيضا في اليمن هناك ميزة أخرى غير ضعف المؤسسة، هو أنها تلاقي الدعم والترفيق مع الرئيس علي عبد الله صالح وأجهزته. كلنا نعلم كيف نشأ هذا التنظيم وكيف سلم له علي عبد الله صالح محافظات وأجهزة ومعسكرات بكاملة دون ما مقاومة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عيدروس النقيب رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من شيفيلد، وكذلك هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. في ختام هذه الحلقة نعزي أهالي الأشهداء الذين سقطوا في عدن، وفي ختامها أيضا تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان في التقديم والزميل كمال حيدرة في الإعداد، وتحيات بقية أفراد الطاقم الفني. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.